صباح الخير، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله في فيديو جديد، اليوم ان شاء الله عندي الفاكسة تاع عمر وجوري. عندي الفاكسة تاعهم في زوج، جوري عندها دوكا عام ونص وعمر عنده الفاكسة تاع شهرين. فاليوم ان شاء الله راح نديرها لهم. نورمالمون كانت الفاكسة يوم 11 في الشهر تاع عمر، اما ما رحتش درتها له. فاليوم ان شاء الله هما عندهم هنا الفاكسة باليوم الحد واليوم الاربعاء. المهم اليوم ان شاء الله راح نديرها لهم، ان شاء الله يا ربي ما يسخنوليش برك، باسكو تجي صعيبه يعني زوج يديروا مع بعض. ما نبيش كيف راح تكون وكيفاه، ان شاء الله يعدي هذا اليوم ان شاء الله بخير. المهم ديجا لبست لهم وهبطتهم اليوم، ما رقدتش خلاص، رقدت غير ساعه واحده. تبدل النوم، تبدل عليهم هما ثاني نوم. جوري ترقد على 4 تاع الصباح وهو حتى ل 6 تاع الصباح باش يرقد، اما ما قدرتش يعني ما نخليهش يرقد في النهار ولا، باسكو جاني صغير وما قدرتش يعني نفزت له نوم ولا كيما نقولوا ما خليش يرقد في النهار، به في الليل يرقد لي ما قدرتش خلاص، خليته هكذاك براحته. وقت ما بدل نومو بدلو خلاص، مازال صغير. المهم رقدت غير ساعه ودوك نط راهي عندنا 9 تاع الصباح. لبست لهم وهبطتهم وكملت لبست انا، ودوك هابطه نروحو. هذاك هو عندهم هنا الصندر اللي يديروا فيه الفاكسة، جاي قدام المارشي تاع الخضرة. راح نشري شوية خضرة به اليوم ان شاء الله، قلت نطيب طعام، نقول طعام باش هكذا يفهموني كامل، باسكو حنا في الصيف نقولوا بربوشة، تما نحاول اني نبسط اللهجة باه يفهموني كامل. المهم اليوم ان شاء الله قلت ندير، حنقول لكم بربوشة، اليوم ان شاء الله قلت ندير طعام، ندير كامل ناكلو كامل. محمود راه خدام يجي مع الحشية، هذاك هو يعني يلقاه، بصح انا قررت نديرو في الغدا. المهم نديرو نهبطو ونروح نتغدى معاه. المهم دوكا نروح، خليكم معايا. طول سنة ونص. حقنا ولا نقعد؟ افتح يا لدي حلوة. باسم مين؟ اسمها ايه؟ جوري. هي والدة في الجزائر. يا خلية. بسم الله الرحمن الرحيم. خفيف. بس خلص. زي بكام الكواسه؟ زي ولا كبيره صغيره؟ لا نقيه مقلاه. عايزه صغيره ولا كبيره؟ هاتي صغننين يام زي كده. ايوه زي كده يما، هالحبه دياتي دي؟ ها لا ما كلمنا.
ربع وربع حتى في الجزر تمام. وهاتي خس شوفي ها وراكي تعال تعال احنا درت لهم الفاكسه تاعهم الحمد لله. جولي قالت لي دوكا تسخن شويه درت لها زوج المهم تاع عام ونص قالت لي هذه هي الاخرى يعني خلاص دير تسخن شويه ربي باقي ستر وخلاص نخاف بزاف من السخانه. وعمر درت له ثاني وحده وقالت لي في اكتوبر نورمال 10 المهم قالت لي 10 اكتوبر هذه هي رجعيه يدير تاع ربع شهر ما لا اذا فتحوا المطارات من جيش حتى لاكتوبر باسكو مانيش حابه نخلط لهم في الباكسة هنا والهي هنا والهي نكمل ربع شهر ومن بعد وقلها تجي تاع 9 ولا الله اعلم. المهم هذه هي رحت شريت شويه خضره باه كيما قلت لكم راح نطيب الطعام. سخفت عليه صراحه بالخرشف الخرشف راه في قلبي اما هنا الخرشف ما لقيتوش ما على باش واش يسميه والله ما كانش خلاص والله ما لقيتوش خلاص ان شاء الله كي نهبط للجزائر ناكلو وخلاص. حتى نمسيلو تاع سخانه قلت اذا سخنوا لي والله نبدا نسبق يعني وربي يستر وخلاص. كي درت لهم وليت ندمت قلت كون واحد درتها له اليوم الحد وجوري كون خليتها حتى نهار لي ربعه والله خفت يسخنوا في زوج ومن بعد نحصه يا ربي نوجد الغداء باش نتغداو. المهم راكم معايا راح نغسل الطعام تاعي واش بقى لي بقى لي غير شويه بقى لي غير شويه ملي جبت كي جيت جبت معايا شكاره تاع 10 كيلو الله ربي يفتحوا المطارات باش نروح نجيب. الصراحه وليت منها ما نديرش منها بزاف غير من نتشحيها هكذا بزاف نولي نروح نحي منها شويه وندير نقول به ما تخلصليش. وكاينه هنايا كاينه سقسيت بلي كاين الكسكسي تاع تونس والكسكسي تاع المغرب اما جاني كي شتو جاني شويه هكا شويه خشين على تاعنا. المهم اذا خلاص لي ولا نروح واذا ما فتحوش المطارات وهذاك نولي غير ندير من هذا تاع تونس ولا المغرب نجرب حتى نولي نجي ندي من عندنا. المهم دوك نغسل الطعام تاعي وحطيت المرقه تاعي طيب طابت اللحم طاب دوكا مازال لي نغسل السلطه ونوجد هذا مكان وباه نهبط نتغداو لتحت ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا راه طاب هنا اللحم المهم
كما راكم تشوفوا كملت هنا اللحم حطيت غير زوج هكا باه نديرهم ديكور، الباقي كامل حطيته في الطابسي قلت به هكذا نقدروا ناكلو. كما راكم تشوفوا شهية طيبه، توحشت بزاف بالبوشة الصيفي. يلاه الله يا بويا، عامله لك يا بويا بربوشه. الله على البربوشة. كملنا تغدينا الحمد لله، دوك راهي عندنا 3:30 العشوة. المهم البنات هنا راح نقطع الفيديو باسكو خلاص ديجا الاولاد راهم يبكيو، عمر وجوري ما قدروش يحركوا رجليهم خلاص، غير يبكيو غير يبكيو. ممكن خايفه غير من السخانه، نخاف غير من السخانه، فمضطره اني نقطع الفيديو. تمنيت اني نكمل معكم. المهم نقول لكم كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ان يكون عجبكم. تنساوش تابعوني على الانستغرام، خليه لكم في صندوق الوصف. ونقول لكم تهلاو في رواحكم وبسلامه، باي باي.